فواعد الله قد رامت بنو العباس تغيب وكان من حاكم وكان دس جواسيسا على بث الخوف والريب ذو شجوع الحديث أيا فلكم جاروا بحكم عنصري واتهام من طائفين مفترين ضيبوهما يتولى عسكري غيبهما يتولى العسكري تعال لما الغيبة فوعد الله قد رام بنو العباس تغيبة وكان من حاكم صب على الشيعة وكان دس جواسيسا لبث الخوف والريبة ذو شجوع الحديث ألا إخوتي ذو شجوع فلكم جاروا بحكم عنصري واتهام من طائفي مفتري غيبوهما يتولى عسكري غيبوهما لعمري ما يبوح الود من حرب السوسية لتغدو صيدة المعصوم ببين الناس منسية حتى بالبغاء شوى النار
كرامات العلم السياسية جوعوا شيعة العسكري بأرض العدو وسعوا لاختراق الصفوف بزرع الشرار البسوه زي دين وتقى البسوه زي دين وتقى ساحكي لكم بعض آهات سمرة وكم كعبد الطهر من حكمها الضرى تعمدت الدولة حينها حضري عليه الإقهات جبرية كرى الحكام كرروا إيقافه بالتهمة حاولوا إضعافه كي يبقى إمامهم في ذل عند الحرق جنبوا إنصافا عند الحرق جنبوا إنصافا تخيل معي يا أخي ذلك العهد فصعب على شيعتي يظهر الهدى وصعب بأن تلتقوا والد المهدي وأين هلو التعاليه والشدى يا لله من بني العباس قد جاوز كلهم للناس من يلقوه سائرا مولاه يسأل وين من أهل الأرجاس وهذا سمح سفير الهدى الله وهاك السمح سفير الهدى عثمان يقول امتهنت وانا منة السلمان لاخفي المراسيل من شيعة الاولى باجربة السم عن اعين السلطان حتى رغم أسوة الأوضاع أسطعوا بمكري في الإيقاع ألقى سيد الورى في السر أبلغوا تحية الأجباع أبلغوا تحية تخيل معي أخي ذلك العهد فصعب على شيعتي يظهر الهدى وصعب بأن تلتقوا والد المهدي
تجريب السمني عن أعين السلطان حتى رغم قسوة الأوضاع أصطعوا بوكرهم إيقاعي ألقى سيد الوراء في السر أبلغه تحت من أسلافنا رفضوا الظلم لو